متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. إذا تحدثنا عن أشرف حكيمي فنحن نتحدث عن المنتخب المغربي، وإذا تحدثنا عن محمد صلاح فنحن نتحدث عن المنتخب المصري. لكن يقال أن مصر هي أم الدنيا، فماذا لو التقت بأبيها في الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا؟ سألنا الشارع الطنجاوي عن توقعاتهم لهذه المباراة، وهذه كانت آراؤهم. ابقوا معنا. قلت لك ماشي بعيدة، يقدر يغلب، لأن أنا غادي خوف ولا شي مصريين، وخا وكان ماشي غير محمد صلاح، غايجيبوا شي حاجة أخرى غير محمد صلاح، لأن محمد صلاح ماشي بوحدو كيلعب، الكرة جماعية، ماشي جماعية، وإذا كانوا جماعية كيلعبوا مزيان، إن شاء الله عندهم إن شاء الله تكون عندهم الثقة في النفس. في المباراة نقدروا نجيو كأس أمم إفريقيا؟ ماشي بعيدة. كره هي هذيك كره مدوره فيها الريح عمرها غير الريح ولكن با شونس كي دونس با شونس كي دونس فوق دارك وشوفوا نطلبوا حنا نطلبوا خير بسم الله الرحمن الرحيم. المهم اليوم ان شاء الله حنا عندنا واحد الثقه كبيره في اللعابه ديالنا، لحقاش كنشوفوا ان كاينه واحد القتاليه ما بين بوفال وحكيمي، وان شاء الله كنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني، وعندنا واحد كما كيتسمى واحد لافونتاج على مصر، لحقاش مصر كيف ما شفنا في الماتشات اللي فاتوا انهم تاهلوا غير بلانتيات، ولكن حنايا انتصرنا بجوج لواحد، يعني كان واحد الاداء اللي هو كبير، وكنتمنى التوفيق ان شاء الله. اليوم غادي نفوزوا، التوقعات ديالي هو غادي يكون 1-0 ان شاء الله للمنتخب الوطني وبالتسجيل ديال نصيري نصير ان شاء الله. حكيمي غادي يعطي لاسيست ان شاء الله، هادشي اللي كتوقع ديالي. اسمح لي في ظل ظروف محمد صلاح نغلبو ان شاء الله. ان شاء الله لحقاش عندنا واحد اللاعبين اللي هما اكفاء، كما كنشوفوا ان ماسينا واللعابه هما كيلعبوا في الدوري الانجليزي، يعني عندهم واحد الاحتكاك كبير ما بين محمد صلاح، وكل التوفيق ان شاء الله للعابه ديالنا، وشدوا محمد صلاح مزيان. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.